بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العظيم. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس. بطبيعة الحال ونحن على مقربة من استقبال عام ميلادي جديد، يعني بعض الناس في الوقت ده بتبقى بتتعلق اهتماماتها بأن هي تعرف حظها وتقرأ عن الطالع وتعرف العام الجديد فيه إيه. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حكم أو أحكام علم الأبراج، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. سؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: ما رأيك، هل توافق على تحليل الشخصية من خلال الأبراج؟ برحب بفضلتك معنا اليوم. أهلا بك أستاذ رام. في البداية يعني بنجد في مع نهاية كل عام وبداية العام الجديد بعض الناس بتبقى من خلال طبعا القنوات الفضائية بتبقى بتتابع وتتعلق أو تدخل باتصالات تتكلم عن العام الجديد والتنبؤات والتنجيم يعني بالممكن يحدث خلال هذا العام. بعيدا يعني عن هذه النقاط، لو بدأت في التساؤل في البداية، هل التنبؤات والتنجيم من خلال الأبراج زي السحر، مثل السحر؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مفتون. رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على كل طرق الخير، كل ما يصحح عقائد الناس، كل ما يربطنا بالمولى سبحانه وتعالى، كل ما يجعلك متصل بالله، كل ما يجعل في إيمان الإنسان خلل بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يقوي الإيمان بيّنه، وكل ما يجعل في الإيمان اضطراب وخلل وتعلق بالكائنات أو المخلوقات والبعد عن التعلق بالله بيّنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هو قال لما معاوية بن الحكم السلمي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، في حاجات كنا بنعملها في الجاهلية، هناك أشياء كنا نقوم بها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، كنا نأتي الكهان. والكاهن ده عامل زي المنجم، عامل زي اللي بيضرب الودع، عامل زي اللي بيقرأ الفنجان. نعم، يقعد يتكهن كده ويتنبأ ببعض الأمور اللي هتحصل لفلان، فلان هيتجوز مش عارف إيه وهيخلف مين وهيسافر وهيكسب مش هيكسب، هيحصل له حادث، مثل هذه الأمور. فبقول له: كنا نأتي الكهان. قال: فلا تأتهم. ده أول الأمور العقدية التي لابد أن ينتبه لها الإنسان. لا ينبغي لك أن تربط اعتقادك بكلام إنسان، بشخص إنسان، بـ 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 بنجم ظهر، بيوم معين. ده مش صح، ده خلل في العقيدة. لذلك حضرتك بدأت قلت ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، مفيش شك، خلاص، كتاب محكم، محكم التنزيل، محكم الآيات، من رب غفور رحيم. وأول صفات المؤمنين التي ذكرها الله في كتابه: الذين يؤمنون بالغيب. نعم، ونلاحظ الله سبحان الله، أول صفة تذكر في أول آيات تطالعها عين المسلم: الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة، أول صفة. نعم، الجنة غيب، النار غيب، الأخيرة نفسها كثير، الأخيرة وما فيها. نعم، غيب. نعم، ما يحدث لك غدا غيب، ما يحدث لك في هذا العام غيب. إذا الله يريد منك أن نقول أو يريد منا أن نعتقد أننا لابد أن نؤمن بما عند الله من غيب، وبلاش نسأل هو إيه الغيب، يعني هو إيه الغيب. لذلك حجب الله عنا هذه الأشياء، حجب الأعمار ما نعرفهاش، حجب الأرزاق ما تقدرش تعرف أنت هتكسب بكرة إيه، حجب بكرة يحصل لك إيه من الحوادث، كل ده مخفي عن الإنسان. نعم، ليه؟ حتى يؤمن الإنسان بما عند الله. فعندما يكون هناك إيمان بالغيب يكون هناك اتصال بالله، يكون هناك توكل على الله، يكون هناك دعاء بأنك تستمطر رحمة الله فيما هو آت، تطلب من الله العفو فيما هو غيب، تطلب من الله أن يصلح الأمور فيما هو لم يأتي بعد. إذن لما نيجي بقى إحنا نعلق الأمور بتاعتنا بإنسان، ده بكرة يحصل كذا، ده بعده يحصل كذا، إذن هنا بيحدث الاضطراب في اعتقادات الناس.
فمسألة ضرب مسألة الأبراج أو مسألة التطلع أو قراءة الطالع ونحو ذلك هي حاجة مثل السحر، والسحر طبعا شر. نعم. ويؤثر أيضا لأنه يتسبب في إذاء الناس، وكذلك أيضا هذا يتسبب في زلزلة عقائد الناس، فكلاهما شر. نعم كلاهما شر. نعم. بدأت صلاة المشاهدين. معانا الحاجة أم محمود، اتفضل يا فندم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيب. أنا بكلم الشيخ عويدة لو سمحت. اتفضل الشيخ عويدة. أيوة أستاذي، أنا كنت كلمت حضرتك الخميس اللي فات برضك، كنت خدت فتوى بس ليها كمالة لو سمحت حضرتك، بتاعت البنت اللي هي صاحبتي اللي بنتها شتمتها وبهدلتها، وحضرتك قلت إن في كفارة وتطلعها كفارة ويبقى خلاص. فهي عملت كده، بس هي بتقول إن هي حرمت إن ما فيش أي قرش، عشان هي كانت عيرتها فحرمت اي قرش منها ان هي يوصل لها. فهي دلوقتي بتحاول عن طريق بنتها اللي موجوده في البيت بتجيب لها حاجات، وهي الشخصه دي بتحاول فبتاكل مع بنتها، بس هي حاسه ان حرام، ان هو انا بلف على ربنا ولا كده يبقى هي اللي انا طلعته دي الكفاره، ولا ليا كفاره تانية؟ عشان حتى انا قلت حتى ولا كفاره هطلع، يعني من كتر غضبها قالت ولا كفاره، يعني حلف الثلاث ايمانات ان ما لهاش كفاره ان انا اخد من فلوسها ولا هي تلزم من حاجه، عشان هي كانت عايره الشخصه دي بالفلوس دي. حاضر يا فندم. شكرا. معانا استاذه ساره من المنيا، اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال فضيله الشيخ سؤال؟ معاك فضيله الشيخ. انا مخطوبه، وخطيبي مامته وباباه مفرقين بينه وبين اخواته خالص، يعني هو حاجه واخوه التاني حاجه خالص، لا ده اخوك ده مش عارفه ايه، لا هو الصغير مش مدينه اي حاجه خالص، ولا حب ولا فلوس ولا اي حاجه خالص، فهو متضايق منهم لدرجه فظيعه خالص، بمجرد ان هم بيكلموه بيزعق فيهم، وانا كذا مره بقول له لا ما ينفعش ده باباك ومامتك، بس هو بيقول انا مش طايقهم، وفي نفس الوقت انا خايفه عليه ان ربنا يزعل منه، فانا مش عارفه اتصرف معاه ازاي واعمل ايه عشان اهديه شويه من ناحيتهم، وهم برضو جزاؤهم ايه ان هم مفرقين جدا بينه وبين اخوه. حاضر. تمام. بنشكرك جدا يا فندم. هنرجع نستكمل الحديث عن علم الابراج. هنا مولانا لو اتكلمنا عن الناس يبقى هنا اللي بتؤمن بده وبتعتقد بده، وكل سنه بتبقى يعني عندها اهتمام ان هي تقرا الطالع وتعرف الغيب، حضرتك تقولهم هنا هل ده خارج عن العقيده؟ انا بس انت قلت الاول علم الابراج. نعم. في حاجه مظلومه قوي عندنا ان احنا اطلقنا عليه علم، يعني في امور. لا مش اطلقنا على علم، الابراج دي مذكوره في القران اصلا، الحمل. نعم. الثور، السرطان، العذراء، اللي هو بتسمى السنبلة، هذه مذكورة ذكرت في القرآن. وأقسم الله تبارك وتعالى والسماء ذات البروج، فهذه البروج تكلم فيها المفسرون، تكلم فيها الإمام السيوطي، وتكلم فيها الإمام الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله تعالى. وبين أنها هي منازل الشمس والقمر. يبقى الابراج دي موجوده، عشان بس كلمه ابراج البعض بيحملها على المعنى السيء، لا احنا اسانا استخدام هذه الكلمه. ده الابراج بترتبط بها، هي منازل للشمس والقمر، القمر منزله في كل برج من هذه الابراج يومين وتلت. لو ضربتهم هتلاقيهم 28 يوم. 28 يوم هو الشهر، الشهر بعد كده 28 يوم والقمر يستتر عنه يومين، يبقى بينزل في كل برج من الأبراج ديت يومين وتلت. نعم. 28 يوم ويستتر يومين، لو الشهر 29، لو الشهر 29 هيستتر يوم، لو الشهر 30 هيستتر يومين ويبتدي يظهر الهلال الجديد. والشمس منزلها في كل برج 12، 30 يوم مع السنة، لأن الشمس تفضل طول السنة لا تغيب. إذن الأبراج متواجدة. إذن الأبراج ده موجودة. نعم. بس بعض الناس، وده اللي أقسم به وذكره المفسرون، بعض الناس بياخذ الأبراج على محمل آخر، يأخذ الأبراج ويربطها بالكهانة، يربطها بمسألة العرافة، يبقى مسألة يأتي عراف ويأتي كاهن ونحو ذلك، ويبتدي يربط بين هذه الأشياء. وأما إحنا اللي إحنا نعرفه إن الأبراج لا، دي موجودة فعلا، وأقسم الله تبارك وتعالى به في كتابه، وهي من منازل القمر وبتدخل في علم الفلك. أما إن الناس تربطها بالدجل، تربطها بالشعوذة، تربطها بالتنبؤ،
فهذا هو الأمر الخطير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنكمل الحديث عن أحكام علم الأبراج، لكن بدأت اتصالات مرة أخرى. معانا الحاجة أم محمد من السويس، تفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ؟ أهلا بيك. وأنا أول بشكر القناة على البرامج الجميلة اللي فيها، وعلى المسلسل الدين الرائع اللي بنقعد نستناه. وعايزة أسأل فضيلة الشيخ عن حاجة بتحصل يوميا في ميعاد كل صلاة. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. بقول لحضرتك، من ساعة أذان الفجر لما بحضر نفسي للوضوء لغاية أذان العشاء، ساعة الله أكبر ما بتقال. في ناس جيران جنبنا مربين لمؤاخذة كلاب، ساعة أذان الله أكبر ما بينطلق في السماء كده اهو، تلاقي الكلب من دول نبح زي الديب بالظبط من الفجر، يفضل ساكت يقول الفجر لغاية العشاء. فأنا عايز أعرف، هل هو صاحبه مبرمجه ان هو ينبح ساعة الأذان، أو هو بيشوف شيطان، أو عايز أرتاح يعني في إيه؟ بس ده شيء بيزعجني، إن يبقى الأذان شغال الله أكبر وبيسكت بعد ما بيخلص الله أكبر على طول. الفجر الظهر تسلسل الصلوات، فعايز أعرف ده إيه يعني. حاضر، ولك جزيل الشكر. شكرا جدا يا فندم. معانا أستاذة سارة من الأليوبية، اتفضلي يا فندم. أستاذة سارة، أستاذة أميرة، اتفضلي يا فندم. ألو، اتفضلي أستاذة أميرة. أيوة يا فندم، ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ معاك فضيلة الشيخ. ماشي. أيوة فضيلة الشيخ، اتفضلي. أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك على موضوع الصلاة. نعم، معايا. اتفضلي. أنا لما بلاقي في حالة وفاة بتحصل، أنا بحب أصلي وبحب أقرأ قرآن كتير جدا، وأول ما ساعة ما صلي ببقى متأثرة بموضوع الصلاة، وصلي ودني أقعد أقرأ في قرآن وامسك السبحة واتسبح، وبعد كده أبص ألاقي نفسي يعني سرقت الصلاة وسبته تاني، وارجع بعد كده لما بلاقي جوزي بيقعد يصلي يعني ما بيتركش فرض، لدرجه ان الفجر بيقوم يصلي، ببقى برضك عايزه اقوم اصلي، وبرضك ابص الاقي نفسي تركه الصلاه برضك وسايباه، ولما يجي يقول لي انت صليتي اقول له اه انا صليت، وبكذب وبقول ان انا صليت وانا ما بكونش صليت. وببقى بعد كده ببقى قاعده ببقى متضايقه ومخنوقه ان انا ما بصليش، او ان انا سايبه الصلاه اصلا. طب انت ليه مش بتصلي طالما انت عارفه انك انت مخنوقه من ترك الصلاه وتعبانه من ترك الصلاه؟ ايه اللي يخليكي ما تجهديش نفسك وتقومي تتوضي وتقفي على المصليه وتبتدي مع ربنا في الصلاه؟ ايه المانع من كده؟ انا بتوضى وبصلي، واول ما بقوم بصلي ما بسيبش فرض، يعني ما بسيبش الفرض. ولما بيجي في حاله وفاه وببقى متاثره قوي بحاله الوفاه، واقول ده ربنا يعمل فيا، ربنا يسوي فيا، وبعد كده ابص الاقي نفسي يعني سبت الصلاه تاني، يعني بعد فتره ابص الاقي نفسي سبت الصلاه، وابص الاقي نفسي قعدت من غير صلاه. يعني انا ببقى عايزه اصلي وببقى خايفه، ودايما بحب اسمع كلام ربنا، يعني دايما احب يعني خايفه من ربنا جدا. حاضر يا فندم، تمام. شكرا جدا يا فندم. معانا استاذه سمر من الالوبيه برضو، اتفضلي يا فندم. الاتصال انقطع. معانا الحاجه ام مصطفى، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت، لو في مبلغ ميسر، ما طلع الاب ما طلعش حج قبل كده، وقدامه ابنه يجوزه، يطلع الحج ولا يجوز ابنه؟ حاضر، نشكرك جدا يا فندم. لو سمحت اتفضلي. الشهاده اللي هي مجموعه الف بتاعه البنك الاهلي اللي هي بعد 10 سنوات، المبلغ مثلا 10,000 يتاخد بعد 10 سنين 120,500، زكاه المال بتاعته ازاي؟ حاضر، نشكرك جدا يا فندم. هنرجع نكمل برضو حديثنا هنا عن هل فعلا الناس اللي بتبقى بتؤمن بالله وان هي بتتابع موضوع الابراج وان هي تشوف حظها وتقرا الطالع، هل ده خارج عن العقيده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من اتى عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. في حديث اخر: من اتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نعم. فإذا الأمر خطير يمس العقيدة، ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول هذه الأحاديث يريد أن يبين لنا
إن كيف يكون المسلم جادا في حياته. لا ينبغي له أن يكون يعني تابعا للخرافات، تابعا للأوهام. لا، الإسلام يريد أن يبني عقلية، العقلية الجادة، العقلية التي تنتج، العقلية التي تعمل، العقلية التي توكل أمرها إلى الله تبارك وتعالى، تنظر إلى ما عند الله. أما العقلية الخرافية التي تجري خلف الخرافات، هذه أراد الإسلام أن يبطلها تماما. لذلك النبي في هذه الأحاديث عايز يريح الناس، عايز يخلي الناس لا، خليكوا هادين، ما تخليكوش مضطربين، ما تخليكوش تعبانين، ما تخليكوش متعلقين، ده بكرة هيحصل لك، ده بعده هيحصل لك، ده السنة ده هيحصل لك. لا، وكل أمرك إلى الله تبارك وتعالى حتى تكون مؤمنا حقيقيا. نعم. هنا برضو لو هنتكلم عن الأشخاص والناس اللي يعني حضرتك برضو لو هتقول الحكم، هنا حكم تحليل الشخصية من خلال الأبراج، بنشوف بعض الناس بيسألوا مثلا الشخص اللي بقى خبير أو عالم فلك أو كما يطلق عليه يعني، فبيقول قول لي مثلا أنت اتولدت في شهر إيه عشان أقولك الصفات وكده. الحكم هنا إيه؟ أولا دي أمور أغلبية. نعم. والأمور دي عادات، دي عادات يعني لا ترتبط بالمستقبليات عند اغلب الناس. دي اغلب الناس. يعني ايه؟ مواليد برج الثور مثلا صفتهم انهم مثلا رحماء وانهم جد، مواليد برج الجدي انهم صفتهم بانهم فيهم عاطفيه ونحو ذلك. هذه الامور دي لا شيء فيها، لان امور اغلبيه. يعني الانسان بيشوفها كده، قد تصدق فعلا ان فعلا تلاقي مجموعه كده فيهم بعض الصفات المشتركه، ولكن قد تجد في بعض الامور المختلفه. فدي امور يعني لا تتعلق بالمستقبليات، لا تتعلق بالاحداث، ولكن دي تتعلق بالاشخاص. فدي ما فيهاش شيء يعني، وان كان احنا لا ينبغي لنا ان نوكل امرنا الى هذه الاشياء. نعم، تمام. ده انا حتى يعني مولانا كنت يعني وانا في الطريق حتى بستمع للراديو، فليت في يعني في قناه كان بيطلع فيها مذيعه بتتكلم عن برضو مع نهايه العام النهارده، فبتتكلم او الفتره دي يعني، فبتتكلم ان البرج معين، برج الاسد مثلا، فبتتكلم ان البرج ده صفاته كذا وهيحصل معاه كذا السنه الجايه. بشوف قناه تانية ليت اختلف الكلام. يعني ليه بقى؟ لان حضرتك هو غير قائم على علم. الشيء اذا ما كان غير قائم على علم تجد الاختلافات. انت لو جبت، لو قرأت في جريدة البرج الفلاني بيقول كذا، ممكن تقرأ في مجلة أخرى في نفس اليوم البرج الفلاني بيقول شيء آخر مختلف، تقرأ في مكان آخر كلاما مختلفا. ليه؟ لأنه غير قائم على علم، غير قائم على عقيدة، غير قائم على أسس. لذلك كلها قائمة على الأوهام، على الاحتمالات، على رجم الغيب، ودي كلها أمور يعني غير حقيقية وغير صحيحة. نعم. نبدا نجاوب على تساؤلات المشاهدين. ام محمود كانت بتسال ان طبعا كان ليها سؤال قبل كده في الحلقه اللي فاتت، كانت بتقول ان بتكلم على البنت ووالدتها اللي متخانقين مع بعض، فهي بتقول ان هي حتى حلفت ان ما فيش كفاره كمان، يعني هي حالفه يمين ما فيش كفاره كمان، هي مش هتطلع كفاره رغم ان هي طلعت فلوس. نعم. فبتقول هنا الحكم. هو طبعا كان سؤالها في المره اللي فاتت وانا فاكر، واحنا بنعتذر، انا بعتذر عن الناس المره اللي فاتت ما لحقناش نجاوب كميه من الاسئله. نعم. واحنا ما لحقناش طبعا، بس ده غصب عننا. ولكن بنقول هي كانت حلفت انها مش هتاكل مع بنتها وان هي مش هتكلمها وبتاع، واحنا قلنا انت كلميها وطلعي كفاره، فالكفاره هتكفي الكل. انت كنت اقسمتي انك لا تكلميها ولا تاكلي معاها، هتاكلي من اكلها وتكلميها وتعطيها فرصه انها تبرك وتصلك وتكون معاكي كويسه، وتدعي لها ان ربنا يهديها وما تقعش في العقوق ده تاني، وتكون هينه معاكي رحيمه، وان شاء الله يكون عليكي كفاره واحده بس، اطعام 10 مساكين. هي حتى بتقول ان هي حلفت، حتى لو هي حلفت ان هي ما تطلعش كفاره. نعم. لا، مفيش حاجه اسمها تحلفي ما تطلعش، لانك انت من الاول اقسمتي انك انت مش هتكلميها وهتكلميها، يبقى حضرتك تطلعي الكفاره وتكلميها وتطعمي من طعامها. نعم. استاذه ساره من المنيا بتقول ان هي مخطوبه والشاب وهو في يعني في تفرقه او في مشكله بينه وبين اهله، وهي خايفه يعني خايفه ربنا يزعل منه، فعايزه هي ساره الحقيقه بتعمل حاجه جميله، بتنصحه، ناصحه له. نعم. وده الجميل قوي، الجميل انك انت بتنصحيه، ده ابوك، ده امك، تخلي بالك منهم، ده هم بيحبوك، يمكن بس في قسوه كده في بعض الاشياء. احيانا الاب والام بيقسوا على بعض الابناء، ولكن هم من الداخل رحماء به، خايفين عليه، بس ممكن في امور معينه. فاحنا تنبهيه دايما الى ابوك وامك، تسمع كلامهم وما تزعلش، وده اخوك ان كانوا بيفضلوه، يمكن بيفضلوه عشان هو ضعيف شويه، عشان هو مثلا تعبان، علشان هو يمكن محتاج، عشان شايفينك انت اقوى منه، انت مثلا مش محتاج زيه، او انت تقدر تشق طريقك. بمثل هذه الامور تقدري تحنيني قلبه على ابوه وامه.
فده جميل انك انت تفضلي على كده، وان شاء الله ربنا يهدي الاب والام ويحاولوا ان احنا يا جماعه دايما ما نظهرش لبعض الابناء ان بنحب بعض الابناء اكثر من بعض. ده بيسبب كره عند بعض الابناء، ممكن يكرهوا بعض ويظلوا طول العمر يكرهوا بعض. فاحنا دايما نظهر ان الابناء عندنا سواسية، حتى ان بعض الصالحين يقول اني لا اعدل بينهم في القبلة. لما اخد ابني كده واحضنه احضن الثاني، ابوس دي ابقى ابوس الثاني وهكذا. فده مطلوب منا هنعمله في البيوت، خاصه والامام بقى ضعيف والنفوس بقت مريضه، وسهل جدا الاخ يقطع اخوه، وسهل جدا يحصل شقاق بينهم. فلما احنا نكون مساهمين ان نخلي الود بينهم والحب منهم بالعدل بينهم، ده مطلوب منا خاصه في هذه الايام. نعم. تمام، هنكمل اجابه على تساؤلات المشاهدين، لكن ناخد الاستاذه هدى من اسكندريه. اتفضلي يا فندم. استاذه هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ذات الشيخ عواد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. يا شيخ انا حلمت ان والدي هو ميتين، والدي ووالدتي متوفيين. بس حلمت ان هو بيقول لي لامي الله يرحمها خليها تبعت لي 5000 جنيه. هل يعني الفلوس دي اشمعنى 5000 يعني بالتحديد؟ حاضر يا فندم. تمام، بنشكرك جدا يا فندم. معانا استاذه امل من الدهليه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك دلوقتي انا معايا مبلغ من المال ومش عارفه اتصرف فيه باي شكل، هل ودايع البنوك حلال ولا حرام؟ حاضر يا فندم، بنشكر جدا يا فندم. هنجاوب على اسئله المشاهدين، لكن استاذن حضرتك نخرج لهذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود نتحدث عن نقاط كثيره خاصه باحكام علم الابراج، وايضا نتلقى المزيد من التساؤلات. ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، بجدد الترحيب بفضلتك ايضا مره اخرى. ناخد الاستاذه امه الله من سوهاج، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ معاك فضلت الشيخ. لو سمحت يا حضره الشيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن انا مش عارفه استخدم، معلش عشان اول مره اتكلم في التلفزيون. المهم ان انا عندي لمغز يعني جاموسه بحليها لبن وبيع اللبن بتاعها، فاللي بيحلب الصبح بحطه في الثلاجة، يجي آخر النهار أحلب الحلبة الثانية، يعني ناخدوا القشطة اللي من فوق كانت طبقة خفيفة، يعني هي مش بالدور بس نعمل طبقة خفيفة، بناخدوها ونخلط اللبن ده على دهون الدهون. فهل ده حرام ولا حلال؟ يعني تاني حاجة السؤال، يعني أنت بتخليه في الثلاجة وبعدين بتاع آخر النهار بيبقى عامل وش، فبتشيليه وبعدين؟ وبعدين الحلبة الثانية اللي بتاعت الليل عادي يعني بنخلطوها على بعض وندوها، يعني انا اقول كان في واحد بتاع سوبر ماركت بياخده منينا الاول، وقلت له انا على الموضوع ده، قال لي لا، فده مشي وبيجي واحد ثاني ده بياخده بيعمل له زبادي او رز بلبن وحاجات دي، يعني احنا مجموعه مع بعض يعني بياخد مثلا كميه منينا بياخد دي 50-60 كيلو في اليوم. فيعني في احنا عاملين مشروع، اخوات عاملينه دعوتي عادي بياخدوا على طول من المخزن، يعني بيحلبوه بالمحلب الكهرباء وبياخدوا على طول، انما اللي في البيت ده بياخدوا القشطه بتاعته ويحطوا له اللبن ده على توي الدهون، يعني هو مش هيأثر فيه لان حاجه بسيطه خالص بتعمل. حاضر، بشكره جدا يا فندم. معانا استاذه اماني من اسكندريه، اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي استاذه اماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك هو انا بس كنت عايزه اسال الشيخ بخصوص انه انا واختي سننا كبير يعني، و وبخصوص الزواج يعني، هل يعني انا طبعا مش عايزه اتكلم بقى في موضوع الاعمال والحاجات دي، بس اكيد في حاجه في القران حاجه الواحد يعملها، لانه ما فيش موضوع بيتم، ما فيش حاجه بتكمل. حاضر. تمام، بنشكرك جدا يا فندم. معانا استاذه ام كريم من القاهره، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا، اتفضلي. الله يخليك. معلش هو كذا سؤال، معلش. اولا سؤال، سمعت اني ما وردش عن الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ان هو قال في اخر السورة لما بقراها صدق الله العظيم.
السؤال الثاني، انا ورثه ورث من والدي، هل لو اديت لجوزي منه، جوزي محتاج، لو اديته يعتبر صدقه على والدي؟ وشكرا. معانا مدام عزه من بورسعيد، اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال فضيله الشيخ؟ معاكي فضيله الشيخ، اتفضلي. حضرتك كنت بتتكلم عن الغيبيات. نعم. هل الله غيب؟ يعني انا لما افكر في ذات الله، لما افكر في ذات الله كيف ومتى واين، هل هو يعني ده حرام عليا ان انا افكر كده؟ انا حاسه بنقص في الايمان، حاسه عشان بفكر في ذات الله دايما وما بنامش خالص، ويعني بفكر في الغيبيات كتير، فانا مش عارفه ايه الحل، اعمل ايه او اتصرف ازاي. بس انت بتقراي في كتب عن الحاجات دي ولا انت ايه اللي بيخليكي تفكري فيها؟ انا ايوه قرات كتب عن الحاجات دي. طيب انت بتصلي؟ ايوه بفكر في ذات الله بشكل يعني فوق مستوى طاقتي، لدرجه ان انا بتعالج عند دكتور نفساني بالوسواس القهري. حاضر. وسواس في ذات الله، في ربنا، في ربنا. حاضر. اين وكيف ومتى؟ حاضر. ارجوك خلصني من الورطه اللي فيها يا سيدنا الشيخ، قول لي اعمل ايه عشان اخلص من الوسواس القهري اللي انا فيه ده. تمام. حاضر. خايفه اكون نقص في الايمان او في ذات الله نفسه، يعني اكون انا كفرت او الحد. ابدا ده كل ما يلاقي الشيطان، وانا بسارع برضو واقول لك بعض الاجابه، كل ما يلاقي الشيطان يلاقي الانسان متعلق بالله وبيحب ربنا قوي يبتدي يدخله من الجانب ده. كل ما يلاقي واحد بيحب اسرته قوي، بيحب زوجته وخايف لا يطلقها وينفصل عنها، يدخله وسوسه في الطلاق. كل ما يلاقيه بيحب العباده يخش له وسوسه في العباده. فهو ليه طرق علشان يسبب لنا اضطراب في حياتنا. فانت ان شاء الله ما تقلقيش ان شاء الله، واحنا هنتكلم دلوقتي. فضيله الشيخ هيجاوبك، احنا مشكورك جدا. معانا استاذ ام احمد من الجيزه، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم فضيله الشيخ، اتفضلي يا حاج. من فضلك انا عايزه سؤال، يعني بس هو مش عارفه يعني معقد شويه، بس انا عندي مبلغ من الماب وحاطه في بنك اسلامي، فاللي هو فايده مش محدده يعني. فبيجي هو كان الاول حال عليه الحول وبطلع 2.5%، بعد كده بقيت الارباح بتيجي كل 3 شهور بسيبها تتضم لي، وبعدين احتاج مبلغ منه اخد، فايه ما بقتش عارفه يعني هو بقى كام دلوقتي، ولا بقى مثلا الارباح ايه بالظبط عشان اقدر احجز. فانا مش عارفه يعني باخد ودي منه كده، انا احتجت منه باخد، ما احتجتش بسيب الارباح تتضاف عليه. فانا مش عارفه احسب زكاه المال ازاي. حاضر يا فندم، شكرا. بنشكرك جدا. معانا امة الله، اتفضلي يا فندم. يشوف رؤيا في يعني في المنام، يشوف متوفى له، يعني كنت تقول انا تعبان. ايه بقى التفسير هذا؟ حاضر. وفي كمان سؤال تاني، انا في واحده معايا في الشغل واخدت مني مبلغ من المال بقاله 7 سنين عندها. فانا انا كنت بدي لبنت بنتها مبلغ يعني بسيط، انا عايزه كل ما اكلمها عليه تقول لي يعني اصبري عليا. فانا منعت المبلغ ده لغايه لما خدت مبلغي اللي انا كنت بديه لبنت بنتها. وبعدين رجعت لها المبلغ اللي بديه لبنت بنتها تاني. هل في حرمانيه من هذا؟ حاضر فندم، شكرا جزيلا. تمام، بنشكرك جدا يا فندم، بنشكرك جدا يا فندم. تمام. نجاوب على اسئله المشاهدين. نعم. معانا كانت الاستاذه ام محمد من السويس بتسال ان هي كان كل يوم في كل صلاه من الفجر للعشاء بتسمع نباح لكلب زي ديب كده، فبتقول هل ده يعني صاحبه معوده على ده ولا هو بيشوف شيطان؟ ده هو مش معوده ولا حاجه، هو احنا في اسرار في الكون احنا ما نعرفهاش، وفي امور احنا ما نقدرش ندركها. احيانا تلاقي مثلا حتى احنا بنقول الكلب الحمار عندما نسمع صوته هو ان هو يعني يحدث صوت النهيق، هذا احنا بنستعيذ بالله لانه راى شيطانا. الديك عندما يحدث صوتا بنقول ده الديك بيأذن راى ملكا. في اسرار في الكون، فانت ما تعرفيش يعني، مش لازم هو يكون مثلا راى شيطان، لا. وليه ده ما يكونش هو مثلا، احنا بنقول بنفرض يكون بذكر لله، يكون بيتاثر بالاذان بما يسمعه من هذا، لان يعني الكون كله يسبح الله سبحانه وتعالى، يعني صوت الماء خرير الماء تسبيح، وحفيف الشجر تسبيح، وكل ما في الكون يسبح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم كما ذكرت الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فأنت عديها من هذا.
يعني اجعلي هذا ما تقوليش لا هو وراء شيطان ونحو ذلك، لا ان شاء الله ما يكونش فيه اي شيء ولا صاحبه اصلا بعمل حاجه ولا مبرمجه على حاجه زي ما حضرتك بتعتقد يعني ان شاء الله. تمام. استاذه اميره من الاليوبيه بتقول ان هي لما بيكون في حاله وفاه او في مرض او تعب بتتاثر يعني وبترجع بتصلي، لكن ولما بيجي زوجها بيسالها انت صليتي؟ زوجها بيصلي على طول، فلما بيجي يسالها بيقول لها انت صليتي؟ فبتكذب وتقول له انا بصلي، لكن هي بعيده عن الصلاه فحضرتك تقول لها هي نايمه. بعض الناس بيرجع لربنا عندما تحدث المصيبه بجواره، كما قال ربنا او تحل قريبا من دارهم. ربنا دايما بيعظ الناس، يعني انسان بيبقى عاصي قوي يبص يلاقي مثلا احد الناس مات امامه عشان هو يرجع لربنا ويتعظ. فالمشكله بقى ان احنا بنرجع ايام وبعدين نروح منقطعين تاني. ده بالضبط كان الامام ابن الجوزي يقول لك اللي بيسمع الموعظه عامل زي واحد ماسك صوت ماسك جلده وبيلسعه، فمجرد ما هو ملسوع حاسس بالألم، أول ما اللسعة تروح يبتدي يرجع تاني، خلاص مش حاسس بيها تاني، خلاص نسيها. فاحنا مش عايزين نتعامل مع ربنا بالطريقة دي، احنا دايما نتعامل مع ربنا، ربنا كريم معانا. نعم. ربنا أعطانا نعم كثيرة، ربنا وهب لنا يعني سماء وأرض ونعم وعافية ونحو ذلك، وألسنة تتكلم وعين تبصر وأنت بتتحرك الحمد لله وتقضي حاجة بيتك وتتمتعي بزوجك وأولادك ونعم ربنا عليك. يعني أقل شيء لما نسمع الأذان نترك ما في أيدينا ونقوم نقف بين يدي الله شكرا لله على النعم. مش لازم أقوم وأنا خايف لربنا يعاقبني، بلاش العبادة يعني هي دي نوع من أنواع العبادة، بس الجميل أن أقوم لأن الله يستحق أن أقوم له، أن أقف بين يديه لأن الله يستحق مني أن أقف بين يديه. ترغيب، تعظيم لله. نعم. أنا أي حب لله سبحانه وتعالى، فأنت خليكي دايما كده محبة لله، مش لازم تقولي عشان هيعاقبني، لا قومي عشان ربنا أنعم علينا كتير قوي وأنعم عليك كتير قوي وأنعم عليك بالعافية وأنعم عليك بالولد وأنعم عليك بالزوج وأنعم عليك بالسكن في البيت، كل هذه نعم الله تستحق منك أنك أنت تقوم تصلي وتجاهدي نفسك. يعني كان عتبة الغلام يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، 20 سنة عمال يعود نفسه على قيام الليل، مرة ينام ومرة يقوم، مرة ينشط أسبوع بعد تلاقي يكسل شوية، يقول ثم استمتعت بها 20 أخر. بعد 20 سنة بدأ يأتيه الفتح من الله لأنه كان يقرع باب الملك. فداومي قرع باب الملك، ما تنقطعيش أبدا، حتى لو انت تعبانه ومش عايزه تقومي تصلي، لا جهدي نفسك وقومي صلي، جهدي وجهدي وجهدي، في فتره هتلاقي نفسك بقت الاذان ياذن انت حبه هتطيري طير عشان تقفي بين يدي الله. فجهدي نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا ان شاء الله ييسر لنا ولك فعل الطاعه ويثبتنا على دينه. اللهم امين. يعني هي كانت برضه باين ان هي كانت يعني هي عايزه، يعني فعلا هي كان في رغبه عندها لان في كلامها كانت متاثره جدا وهي عايزه. كونها تسال، لو هستاذن حضرتك بس تقول يعني تقول لها مثلا اذكار او دعاء هي مثلا تردده دايما عشان حتى يبقى الموضوع قدامها باستمرار. قراءه القران. نعم. قراءه القران هتقربك من ربنا لانك يعني تقرئين كلام الله. اقراي القران واسمعي القران واكثري من ذكر الله، ده كله هيبعد عنك الشيطان، لان في شياطين بتحاول تقعد الانسان عن الطاعه، تحاول تقعد الإنسان عن العبادة، تحاول تكسلنا عن الوقوف بين يدي الله. عليك بتلاوة القرآن وعليك بالأذكار وعليك بالاستغفار، ودائما لسانك يكون رطب بذكر الله، ودائما كده خلي جنبك قرآن شغال، ده كله هيذكرك بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم. أستاذة هدى من إسكندرية كانت بتكلم إن هي حلمت إن هي والدها والدتها متوفين، بس هي حلمت إن والدها بيقول لوالدتها إن هي تبعت له 5000 جنيه، فهي بتسأل هنا. أنت لا تنشغلي بهذه الرؤية، ولكن أنا عايز طالما هو طلب حاجة من أنواع النعم مثلا طعام أو مال أو نحو ذلك، يعني رجاء إن أنتوا ادعوا له وتصدقوا عنه وأطعموا عنه فقراء إن كان ذلك في استطاعتكم. هذا كل ما تفعلونه، يبقى الإطعام، الصدق عنه، الدعاء دائما له لا تنسوه من صالح الدعاء ده ان شاء الله، وما تقلقيش من رؤى تمام. تمام. نعم. استاذ حضرتك يعني قبل ان نجيب على بقيه التساؤلات نخرج لهذا الفاصل. نعم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود مستمرين في التواصل معكم والاجابه على تساؤلات ايضا، انتظرونا.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، بجد الترحيب ايضا بفضلتك مره اخرى. نستكمل الاجابه على تساؤلات المشاهدين. استاذه ام مصطفى كانت بتقول معاها مبلغ من المال، من المال تطلع تحج ولا تزوج الابن؟ هي معاها او تقريبا قالت مع زوجي الاثنين واحد في مبلغ من المال. يعني احنا بنقول لو كان الابن، طبعا الحج العلماء اختلفوا فيه، هو على الفور ولا على التراخي؟ يعني انسان لو ملك المال السنه دي لازم يطلع السنه دي ولازم يحاول يقدم وياخد بالاسباب، ولا ممكن ياجل؟ عند الامام الشافعي الحج على التراخي، عند الشافعيه الحج على التراخي. فبنقول لو كان الولد شايفينه ان هو متدين وملتزم وبيخاف ربنا ومش ممكن يقع في حاجه حرام وعنده صبر كده وجلد وممكن يتجوز السنه اللي بعديها او السنه اللي بعديها، خلاص يطلع يحج الولد، يطلع يحج يؤدي الفريضه. ولو راى من ابنه غير ذلك، راى منه ان هو ممكن يتفلت، ممكن يضعف، ممكن يقع في الحرام، يحتاج الى الزواج، خلاص يبقى اذا هنا يزوج الولد وياخد براي الشافعيه ان الحج على التراخي ويأجل المساله ديت للسنه اللي بعديها لما يجوز الولد. هو ممكن لو تكمله للسؤال ده، طب لو الابن نفسه، لو الابن نفسه يعني معاه مبلغ من المال عايز يطلع يحج او ممكن يكون عايز يتجوز، بنقول له نفس الكلام. بنقول له نفس الكلام، يستنى الجواز. ان كنت تستطيع ان تلتزم، كن ملتزم وتاخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يكثر من الصوم، يغض البصر، عارف نفسه مش هيقع في الحرام، مالك نفسه كويس، يبقى خلاص يطلع ايه؟ يطلع يحج ويأجل الجواز. طيب شايف نفسه ان هو لن يستطيع ان يصبر مع الفتن اللي موجوده، وشايف نفسه خايف لا يعفق في اي شيء محرم، يبقى اذا يعف نفسه اولا. نعم. برضو بتتكلم عن زكاة شهادات الاستثمار، هي ليها شهادات في البنك الاهلي 10,000، وكان فبتسال حضرتك هنا عن الزكاة على اي. اولا ال 10,000 دلوقتي مش نصاب زكاة. ال 10,000 ده مش مبلغ. احنا بنقول نصاب الزكاة 85 جرام ذهب عيار 21. المبلغ يجيب كده، والنهارده تقريبا الذهب ب 600 وحاجة، يبقى اذا المبلغ ده هيوصل حوالي 50,000 جنيه تقريبا واكثر، يبقى اذا ده هيكون النصاب اكثر من 50,000. فانت ما معكيش المبلغ ده، يبقى انت ما عليكيش زكاه. تمام. استاذ عماد من الدهليه بتقول ودائع البنوك حرام. ودائع البنوك احنا قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا ان العلماء اختلفوا في مساله ودائع البنوك، وان ودائع البنوك يعني جائزه ولا شيء فيها، وده معتمد الفتوى عندنا في دار الافتاء. ويعني من ابتلي فليقلد من اجاز، وهذا امر يعني امر بقى صعب جدا الناس تنفصل عنه، صعب جدا بعض الناس الان يعني لما يقول بعض الناس يفتيه ان هو حرام، واخد حاجه زي، فيجي يقول لي انا حطيت معاه في مشروع فاذا بالمال ذهب وخسرت وما كسبتش وفلوسي راحت علي. فرجاء الانسان لو كان معاه مال يضعه في اي بنك ولا شيء عليه، ويقلد من قال بالجواز، وان شاء الله صحيح باذن الله. نعم. تمام. استاذ عماد الله من سوهاج هنا بقى ليها يعني هي قصه شويه، ان هي موضوع ان هم بيحلبوا الصبح فبيحطوا اللبن في الثلاجه، وبعد الظهر او اخر النهار بيحلبوا برضه، بس لما بيجي الراجل التاجر بيشتري منهم بيخلطوا الاثنين على بعض. وياخدوا الوش، لا بيشيلوا وش وبعدين يروحوا حاطين الجديد على دي. فرجاء لا، انت حتى انت بتقولي ايه؟ ده هو حاجة بسيطة قوي. طيب الحاجة البسيطة ديت ما سيبها، يبقى أنا كده يعني زي ما اللبن نزل زي ما أنا بعته، لأن كده عاملة زي اللي إيه؟ اللي بتزود مية على اللبن، برضه بروح شايلة من خير اللبن. لا، رجاء إن إحنا يعني اللبن كما أنزله الله تبارك وتعالى من ضرع البهيمة أروح أبيعه بهذه الطريقة، أما إن أنا أخلطه بشيء أو إن أنا أخليه لما يعمل وش وبعدين أشيل الوش، ده كل نوع من أنواع الغش، ومن غشنا فليس منا، أو كما قال النبي ليس منا من غش، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هي بتقول ما بيأثرش وإن في مجموعة كبيرة بتعمل، خلاص ماليش علاقة بالمجموعة، بس هو فعل نفسه يعني. ماليش علاقة بالمجموعة. نعم. لا علاقة ترك بالآخرين. وده على فكرة بيأتي بالبركة للبهيمة ويأتي بالبركة للبيت، إن أنا أكون صادقة في التجارة بتاعتي، صادقة في الشيء اللي أنا ببيعه، باخده أبيعه زي ما ربنا أنزله وزي ما ربنا خرجه من البهيمة. نعم. نعم. أستاذة أماني من إسكندرية بتقول إن هي وأختها هم كبار في السن وما بيحصلش نصيب، فحضرتك تقول لها كتير قوي الحقيقة بيجي لنا الأمهات في دار الإفتاء والآباء ومعاهم البنات، تقول لي البنت شوف ممكن يكون في حاجة عندها ما فيش. يا جماعة مش عايزين أبدا نرتبط، كل ما البنت يتأخر زواجها نقول ده حد عامل لها عمل، الولد يتأخر زواجه ده حد عامل له عمل، مش عايزين نربط انفسنا ونتعلق بهذه الامور.
يعني احنا عندنا نسبة عنوسة كبيرة، نسبة عنوسة زائدة في العشر سنوات والخمسعشر سنة الأخيرة، نسبة العنوسة زادت بنسبة كبيرة حتى بيقول وصلت 33% أو قريب من هذا. فإذا كتير جدا من الشباب عزف عن الزواج، وكتير جدا مع يعني سوء الأمور المادية وقلة ذات اليد مش قادر يقدم على هذا الأمر. فإحنا دائما علينا بالاستغفار، علينا بالدعاء، علينا بالقرب من الله، علينا ألا نسلك طرق الدجل. أنا هروح لفلان عشان يا جماعة الله يكرمكم الكلام ده خطير، وفعلا بتروح لفلان الدجال بيركبها 60 عفريت زي ما بنقول فعلا، وبيستغلهم بعد كده. وفي ناس جات لي واتأذت أذى كبير وتركوا البنت مع هذا الدجال، فإذا به يعني بهدل البنت منهم. فرجاء ما نلجأش أبدا إلى هذه الطرق، نتوكل على الله، نكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، ونطلب من الله أن يفرج وأن يزوج البنات والشباب يا رب العالمين. اللهم أمين. إن شاء الله ربنا هيعمل كده. أما إن إحنا نلجأ إلى الطرق الملتوية أو طرق الدجل والكهانة فهذا هو المحرم ولن يأتي بخير. ما هو مش في ديما مفتاح النصيب يعني. فأستاذة أستاذة أم كريم من القاهرة كانت بتسأل، بتقول هل الحديث إن النبي ما بيقولش صدق الله العظيم ولا فيش صدق الله العظيم؟ طالعة كده، كانت طالعة بعض الناس يقول لك كلمة صدق الله العظيم بدعة. إيه البدعة فيها؟ أنا مش عارف. هو مش صدق سبحانه وتعالى؟ ده القرآن بيقول قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف. قل صدق الله وأنا بقول صدق الله العظيم، زودت كلمة العظيم عشان بقولها على سبيل تعظيم الله، على سبيل الإخبار عن عظمة الله سبحانه وتعالى، فبقول صدق الله العظيم. إيه الحرام في كده؟ والقرآن بيقول قل صدق الله، يبقى أنا ما ابتدعتش ولا أي شيء، ده أنا أصدق أن هذا كلام الله بحق، كلام الله بصدق أنزله على نبيه، فلا بدعة في ذلك. وكان لها سؤال تاني، سؤال تاني، بتدي زوجها من صدقتها من مالها واخدها من والدها. نعم، للمرأة إذا ما كانت تملك مالا وزوجها فقير أن تعطي زوجها من زكاة مالها، حتى لو كان زكاة المال اللي هياخدها الزوج هتعود بالنفع عليها من طعام وشراب. آه نعم. وزينب امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سألت رسول الله هل ممكن أدي زكاة مالي لزوجي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وبين أنه نعم يجوز أن تعطي الزكاة لزوجك. فيجوز للزوجة أن تدي زكاة مالها لزوجها لو كان هو من أهل الزكاة، هو فقير، هو محتاج، هو في دين عليه دين ونحو ذلك، نعم يجوز. فهي بتاخد من والدها بعض المال، فممكن تدي زوجها من الصدقة، نعم يجوز أنك أنت تدي زوجك من هذا المال. تمام. أستاذة عزة من بورسعيد يعني بتتكلم برضو عن الوسواس القهري، يعني شفاك الله وعافاك، بتتكلم عن هل الله غائب، هي بتفكر في ذات الله، يعني شايفة أن بلما تفكر في ذات الله حرام. هي أول ما قالت أنا بفكر في ذات الله عرفت أنها دخلت في باب الوسواس، بدأت تقرأ كتب كمان. لأن المسألة دي بالجنة، وقلت لها بتقرأي؟ قالت أنا بقرأ. وزي بالضبط اللي بيطلق ويجي له وسوسه في الطلاق اقول له بتقرا، بيقول لي بخش على النت واقعد اقرا فتاوى. ما ينفعش يا جماعه، الله يكرمكم، احنا بنسهل للوسوسه ان تتمكن منا، احنا اللي بنسهل لها، لان مش عايزين ابدا نقفل الباب. بسيب نفسي مع الوسوسه، بسيب نفسي الشيطان يوسوس لي ويتلاعب بيا. فرجاء ان انت حضرتك لابد يكون قويه الاراده. الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ياتينا أو يأتينا الشيطان فيقول لنا من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. يأتي الشيطان إلى أحدكم، النبي يقول كده، فيقول له من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله. فإذا رأى أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ده النبي بيعلم مين؟ بيعلم الصحابة، يقولون خلي بالكم هيجي لكم حاجة تقول كده، ممكن يجي لكم وسوسة بالطريقة دي، فأنت تعمل إيه؟ تستعيذ بالله وتنتهي. يعني ايه انتهي؟ اروح قافل الموضوع تماما. هي دي قوه الاراده بقى، يعني خلي عندك قوه اراده، اقفل باب الوسوسه ده، ما تمشيش مع الشيطان. فعليك الشيطان بقى عمال يتحرك بيك وياخدك ويلعب بيك زي ما بنقول كده، ويعمل يخليك يفكري في ذات الله، كل ما خطر ببالك فربك بخلاف ذلك. خليك موقنه بالله سبحانه وتعالى، واتركي الوسوسه، وان شاء الله ربنا هيشفيكي، وانت ممكن ما تحتاجيش الطب ابدا لو كنت قويه الاراده. احيانا الوسوسه تيجي في التفكر في خلق في 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 ذات الله، واحيانا تاتي بالسب والشتم. على فكره بعض الناس بيسب داخله ويسمع كده شيء في جواه عمال يسب ويشتم في الذات الالهيه،
فده نوع من انواع المرض، انواع الوسواس، فيبقى حزين ويجي له اكتئاب ولازم يوصل لمرحله اكتئاب. والحاج عزه وصلت لمرحله اكتئاب، ونسال الله تبارك وتعالى ان يفرج عنك. اللهم الله يكرمك. اكثري من ذكر الله، قراءه ايه الكرسي بصوره دائمه 10 مرات بعد كل صلاه، ودائما اجري ذكر الله على لسانك، وقرأي في القران، وانشغلي بحياتك، ولا تنتبهي ابدا الى التفكير في اي شيء. بالطريقه ديت مش هتحتاجي ابدا الطب، وهتقدري تتخلصي من الوسوسه. نعم، يعني تنشغل في تقرب الى الله. نعم. استاذه ام احمد من الجيزه كانت بتسال ان هي عندها مبلغ من المال استثمار، وبتطلع كانت بتطلع منه 2.5% زكاه، وبعد كده بقت بتسيب المبلغ، الارباح بتاعته بتعود على المبلغ نفسه، ولما بتعوز تسحب منه بس. فهنا نعم. بعض الناس بيحط المبلغ في البنك وبعدين يجي ياخد ارباح المبلغ، طبعا بنفرض انه بلغ النصاب، تيجي بعض الارباح بتيجي على البتاع، ياخد هو جزء منها ويسيب الباقي، كل شهرين ياخد مثلا جزء ويسيب الباقي. طب يعمل ايه؟ يجي اخر السنه يجمع الاصل والربح اللي متبقي ويطلع 2.5%. يبقى حضرتك اللي بتاخديه خلاص، تيجي اخر السنه تشوفي المبلغ الاصل زائد الربح المتبقي وتطلعي منه 25 على الالف. بهذه الطريقة يعني تكون زكاة المال إن شاء الله. تمام. أستاذة أمة الله كانت بتسأل، بتقول اللي بيشوف متوفي تعبان، يبقى هنا حضرتك تقول لها إيه؟ كتير أول لما حد بيشوف متوفي تعبان بيتشائم. وإحنا فعلا نقلق، يعني ممكن يتخيل إن هو مثلا بيعذب؟ نقلق، لا مش عايزين أبدا نعتقد هذا. الله يعني يعني رحيم ورؤوف بعباده، الله لطيف بعباده. فإذا ما رأينا إن في ميت رأيناه في صورة سيئة، دائما نكسر له من الدعاء، ونكسر له من الصدقة، ونستغفر ونطلب المغفرة من الله له، ودائما نحاول نتذكره دائما بالخير، أعمال الخير. اللي يقدر يحج عنه يحج، اللي يعمل عنه عمره يعمل، يتصدق عنه، يطعم مساكين، تعملوا له ختمة قرآن، تقرأوا عنه قرآن وتهبوا الثواب ليه. كل الأمور دي إن شاء الله ربنا إن شاء الله هيغفر بها الذنوب إن شاء الله. تمام. هي عندها سؤال تاني، بس أنا ممكن لو برضو يعني بتناقش مع فضيلتك في إني هل ممكن يكون هنا المتوفى نفسه مش بيعذب، لكن ممكن يكون زعلان مثلا على حال أسرته أو حال اللي وصلوا له مثلا؟ وارد، ممكن ده كله وارد. فاحنا مش عايزين ابدا لما نشوف ميت في حاله تعب نقول بس ده هو ايه بيعذب او زعل. نعم، بلاش مثل هذا، لعله، لان احنا سبق وتكلمنا ان اعمالنا تعرض على موتانا. نعم، اعمالنا تعرض على موتانا، حتى انهم يعني في اثر انهم يطلبون من الله العفو والمغفره لنا. فاذا احنا مش عايزين ابدا نفسر انما يكون في ميت شفناه تعبان ان ده نوع من انواع العذاب، قد يكون بسبب ما نفعله نحن من تقصير، احنا مقصرين في حق ربنا، ولكن احنا نصلح حالنا مع الله وندعو له ونتصدق عنه، وان شاء الله ربنا يعني غفور رحيم. نعم. نعم. ليها سؤال اخر، بتتكلم ان مع واحده معاها في الشغل خدت منها مبلغ من 7 سنين، وهي كانت بتطلع يعني مساعده وصدقه لحفيدتها، فهنا هي قطعت الصدقه دي لحد ما تاخد المبلغ ده، لان هي شايفه ان الشخصه اللي هي سلفتها دي بتماطل شويه. انا كان نفسي قوي ما تقطعش الصدقه بتاعتها. كان نفسي ما تقطعش الصدقه بتاعتك، بس حصل وقطعتيها، وربنا ان شاء الله معلش انت حبيت، انت اتضايقتي من فعلها شويه، قلت طيب انا سايبها ما بدي وهي برضو مش عايزه تدفع لي، طب انا هقطع. لا، كان نفسي تستمري، طالما طريق بداتيه مع ربنا خليكي فيه ما تقطعهوش. اديتك الفلوس، اديتك ما ادتكيش، خلاص عند الله سبحانه وتعالى. وحصل ان اديتك وانت رجعتي تاني تتصدقي، وده الحمد لله اهو باب وربنا فتحه ليكي تاني، ما تقفلهوش ان شاء الله. وده يعني نصيحه لكل انسان، مع بدات مع ربنا طريق من طرق الخير ما تقطعوش مهما حدث، مهما اثر عليك الاخرون، مهما حد استفزك بفعل شيء، ما تقطعش ابدا الخير الذي بداته مع الله تبارك وتعالى. الحمد لله، اجبنا على اغلب تساؤلات المشاهدين. شيخ عودة عثمان، مدير اداره الفتوى الشفويه وامين الفتوى بدار الافتاء المصريه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه، دمتم في رعايه الله وامني، تحيات فريق العمل وتحياتي رامي محمد، الى الملتقى.